أهلا وسهلا، مرحبا بكم في قناة باب كندا. شكرا جميعا لأي بلد كي يدعم القناة، شكرا لكم، الله يخليكم. ما تنسوش في الرابط دعموا القناة الجديدة كندا والعالم، فيها مواضيع مهمة وصادقة ومواضيع كتخصكم وكتخص الناس القاطنين حتى بكندا. وشكرا للناس المتابعين ديالي حتى من كندا، شكرا لكم، راه كنشوف لي ميساج ديالكم. تفاصيل هاد لي ميساج وهاد الحلقات راه كتخاطب الناس اللي مستقرين في كندا وخارج كندا، حيت كاينين الناس في كندا ما عندهمش اقامات دائمه، ما عندهمش بزاف الامور. واحد الشريحه كبيره من المهاجرون يعني راه كتخاطبكم وكتهمكم. وما تنساوش باش نكونوا صريحين، انتم راه عندكم الاسبقيه على الناس خارج كندا، يعني ملي كتقدم على عمل وانت متواجد في كندا سي سور ان القانون كيخول لك انت الاول، ولا كتقدم على اي برنامج انت اول انت عندك الاسبقيه على واحد خارج على كندا. اليوم غادي نكمل في الموضوع ديال واحد الخبر خرج مهم جدا، علاش دائما كنقول لكم راه كندا دائما محتاجه اليد العامله اللي فيها الكفاءات وفيها الشروط، سيرتو في 2021. وكتكلمت كثيرا عن ميدان الصحه، كاين جوج المواضيع مهمين اليوم غادي نتكلموا فيهم، على عروض عمل بدون اختبار اللغه، وي غادي تشوفوا كاين واحد الشرط من بعد 4 سنين ولكن ما كاينش اختبار اللغه كيدعم الاقوال اللي كنت كنقول خرج البارح. وغادي نتكلم لكم على موضوع ديال كيبيك موند، ما عرفش واش الناس متابعين، كنظن انكم راه توصلوا بدعوات راه الي اونكور، يعني راه جاري، راه خدام في فرنسا في بلجيكا، راه خدامين الناس يعني كيديروا كيشاركوا في الملتقى. كنظن واش الناس عارفين هاد الامور ما عارفينهاش، اللي ما عارفاش خصو يتسجل، راه باقي الامان وباقي الوقت. ندخل الموضوع الاول، كندا محتاجه كيبيك، اسمحوا لي كندا كلها ولكن كيبيك باغا 1700 انفيرميير. ملي كنقولوا انفيرميير يعني انفيرميير جوست لو تيرم اون ايتابيتي باش نقولوا انفيرميير، مي بجوجهم 1700 ا ليترونجي، سمعوها مزيان، باغيها في اسرع ما يمكن وبشروط سهله وما كاينش اختبار اللغه. ايه ما كاينش لو تيست لينغويستيك اللي كنتكلموا عليه، ما تجيكمش غريبه انفيرميير انفيرمي، سي سور انفيرمي انفيرميير راكم كدرسوا قريتوا بالفرنسيه كالمغرب ودول اخرى، كنظن قريتوا بالفرنسيه، دول عربيه كيكونوا قراوا على الاقل درسوا بالانجليزيه، لان لا ميدسين بون ما غاديش ندخل في هاد الديتاي، اما فرونسي ولا لونجلي حيت سي ان دومين انترناسيونال. ما كيطلبوش لك تيست لينغويستيك وغادي تشوفوا باليقين، كيطلبوا لك حاجه من بعد 4 سنين ملي كتدخل هنا وكتسجل في لورد وداكشي، كدير ان بتي تيست ملي كتستقر يعني في كيبيك كوم كوا فو ميتريزي لا لونغ. علاش؟ لان كيجيبوا ناس من كولومبيا، من البرازيل سي سا، كيجيبوهم من رومانيا ابار لا فرونس ولا بلجيك، هاد الناس ما كيتكلموش فرنسيه بطلاقه وما درسوش بالفرنسيه، رومانيين انا كنشوفوهم ما كيعرفش يكونجيكي الباسي من البريزون، وراه كيشتغل انفيمي انفيرميير وي هنا ولا تكنولوج ولا بزاف الميادي كاينين، لي بريزيليان تاعهم ولي كولومبيان. ندخلوا للموضوع، البارح خرجت في الاذاعه الرسميه وحتى في لي سيت دانترنيت ديال كيبيك اون تيت، كيف كتشوفوا معايا les établissements de santé québécois veulent recruter 1700 infirmières à l'étranger. Je vois. J'ai d'accord le Canada. À l'étranger. Je suis une question de l'hobby. Ou la qui fait ça la ha, ravarine axar. Ramachia les infirmières, rakini tout, donc les, la santé. Les, nasnif radiologie, les technologues, quand les ergothérapeutes, psychothérapeutes, cool chier de la noix, mais c'est gelé. Ou à qui qu'il y a que ce soit les infirmières, ah ou, محتاجين ليهم في اسرع ما يمكن بوغ اكويير دي باسيون اتانت كوفيد بلا بلا بلا. هادشي كلو لو ريزو سونتي اغ كاتي نوف انيديت دانفيرميير اليترانجي، دي سيونس دو ريكريتمون ان اوروب سون بريفو ايديرو في اوروبا بوغ اتيري او كيبيك 1500 انفيرميير بلوس 200 بريبوزي هادو دوك لي زيد سوانيو كيف كتسموهم، وغادي يعملوها اون لين، تقدروا تقدموا عليها، غنوريكم كيفاش تقدموا الناس اللي فيهم الشروط ديال عندهم هاد المهله ديال انفيرميير انفيرميير. بقى ندخلوا الموضوع، ها هو انا في ريكريتمون سونتي كيبيك، هذا السيت غوفرنمونتال، غنخلي لكم الرابط ديالو دائما في صندوق الوصف،
غادي ديروا البروفيل ديالكم وغادي تشوفوا شنو هم الشروط كيفاش تقدم، حيت كاين شي اجراءات خصك تعملها. الحاجه الجميله في هذا الموضوع انك كدير المطابقه ديال لي ديبلوم ديالك وداك الشيء في البلد ديالك، صافي سا مارش. هم كيساعدوك في اجراءات الهجره، ريكونيسونس ديال لا فورماسيون ديالك، لان ما تنساوش دائما كنتكلم عليها هذه راه مهنه مقننه ستاميتي ريغلومونتي اون فرونسي، خصك ان بيرمي ديكزيرسيس ملي كتدخل هنا، ما يمكنش تجي تولي انفيرمي امبوسيبل، كتاخذها من اللورد من النقابه ديالهم. ميدسان اي مهنه من غير دوك المهن ديال لي ديتاي والمهن المعامل دوك الشيء نو، اما المهن بحال هاد الشيء خصك ان بيرمي، يعني ملي خصك ان بيرمي خصك دوز من اللورد. شتي كنشرحو للناس لاول مره كيشوفوا هاد الحلقات، غادي دير لا ريكونيسونس دي ديبلوم ديالك من البلد ديالك، وغادير الاجراءات ديالك من البلد ديالك، كتجي كمقيم دائم ولا ببيرمي كمقيم مؤقت، ولكن غالبا لي زانفيرمي كيعطوهم اقامه دائمه. غادي نخلي لكم هادشي باش من ها هو اللي هنا في ايطاب كلهم غادي تفهموا، خذوا الوقت الله يخليكم. انفيرمي انفيرميير ولا اي واحد لا سونتي ولا مساعد ولا بريبوزي خذ الوقت. الناس كيتصنتوا لي فكرتوني المشاهدين ديالي اللي من فرنسا كنشكركم، انتوما ما محتاجين لا شيء، شي احد عنده العائله ديالو ولا شي مشاهد عندك تي انفيرمي وزيت انفيرمي ولا انفيرميير، راه كاين واحد لونتونت اونتر لا فرانس وكيبيك، الدبلوم ديالك معترف به اوتوماتيكمون في كيبيك، صافي انت عندك ولا انت عندك واحد لاكسي اكسترامون رابيد، راك بحال كتيكزيرسي ميسي ديالك في فرنسا بحال راك كتيكزيرسي في كيبيك، كاين واحد لونطونت، الدوله الوحيده اللي عامله مع كيبيك هي لا فرانس. سافدير انت شخصك خصك تقدم على بيرمي ولا ريزيدونس بيرمانونت وتحط لي ديبلوم ديالك في هذا الشيء في هذا الموقع، قبلوك راك غادي تجي ما تحتاجش هذه المراحل الاخرى. الناس اخرين ابار فرنسا خصكم تعملوا لا ريكونيسونس ديال لي ديبلوم ديالكم من البلد ديالكم، غتقول لي الطريقه، ها الطريقه غادي نخليها لك في صندوق الوصف، ادخل ليها غيوروك كيفاش الطريقه فين غادي ترسل لا ريكونيسونس ديبلوم ديالك ولي فورماسيون ديالك ودير مطابقه الشواهد لي فارياسيون ديال الدبلومات ديالك تاهم، وغادي يساعدوك في اجراءات الهجره الى كندا الى كيبيك. ميتريزي لا لونغ فرونسيز، با كيقول لك لا لونغ فرونسيز فاسيليت لانتيغراسيون دون لا في كوتيديان اي بروفيسيونيل، فوت لونغ ماتيرنال ني با فرونسي، نو سيكجيرون دو فوز انسكري دون ان ايتابليسمون دونسينون دو فرونسي ركوني دون فوت بيي بور اميليوري او بارفار فوت كونيسونس لينغويستيك، اميليوري حسن، هذه بالنسبه للناس اللي ما متمكنش من اللغه الفرنسيه، حسن من المستوى ديالك. كتفهموا واش باغي نقول؟ واش قالوا لك فو دوفي باسي ان تيست لينغويستيك؟ نو غادي تشوفوها راه ما كايناش ان تيست لينغويستيك بالنسبه لهذه الفئه، لانهم محتاجين هاد لي زانفيرمي ولي زانفيرميير في اسرع ما يمكن. ها هي ملي كتدخل هنا يساعدوك هادشي كله باش ما نطولوش في الفيديو، اللي كيهمني كتسمعني انت انفيرمي انفيرميير اي بلد قدم راه محتاجين ليهم، وكيتسمى هذا دخول سريع اكسيليري لي دوسي دو تريتمون ديالهم اكسيليري، هذا مهم جدا. بالنسبه للموضوع الثاني تكلمت على كيبيك، موند رائلي اون كور راه خدامين، كنظن الناس وصلوا بديزانفيتاسيون وحاضرين، ما عرفش واش في اخباركم لان اوني اون موات فيفري عقلتو راه بداو، واش توصلتوا بالدعوات؟ كاينين شي الناس راه توصلوا بديزانفيتاسيون ديال المشاركه ديال كيبيك موند، راها بوغ لانستون راهم خدامين وكيشرحوا داكشي لي صالون شاك جور فيرتويل. كنتمنى لكم حظ سعيد، ما غاديش نطول عليكم في هذا الفيديو، اسرع ما يمكن قدموا في كيبيك موند، والناس ديال لا سونتي لي زانفيرمي زانفيرميير ها فرصكم 1700 انفيرمي انفيرميير دوموندي بلوس دو 100 بريبوزي، هادشي اللي كيقولوا وهي الصراحه راه دائما تريبليو ولا دوبليو العدد في اسرع ما يمكن، لان هذا الميدان محتاجين ليه في كيبيك في كندا سيرتو في هادشي القادم. فكرتوني كيبيك راه باغا تستثمر اكثر من 5 مليار دولار، سمعوها راه ميزانيه ديال دوله ما هو بكل صراحه في افريقيا ماشي صراحه، هذه كيبيك فاش باغا تستثمرها في بناء هاد المنازل ديال العجازه ولي سوان لونغ ديغي 5 مليار. شوفوا شحال هاد الخمسه هاد المنازل اللي غادي يفتحوا وغادي راه بداو فيهم مع كوفيد وقفوا شويه، باغيين يستثمروهم سيغ 5 ans باش يتهلاو يعني
بور لي هاد الناس العجزه، يعني زانفيرمي زانفيرمير لي بريبوزي، هاد الشيء كلهم غادي يحتاجوهم. هما راه كيقولوها راه ضروري خاص لي زيميغون، خاص الاجانب يدخلوا باش يقوموا بالاقتصاد ويديروا هاد الاعمال اللي ما عندهمش اليد العامله الكافيه لهاد المواضيع. كنتمنى لكم حظ سعيد، بالتوفيق. ما تنسوش دعموا القناه وشاركوا اعجاب، والى اللقاء. شكرا.